بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. فيديو اليوم راح نشرح فيه النمبرينج، اللي هو الترقيم. الترقيم أو النمبرينج مهم جدا في الشبكات. راح نتعامل في الشبكات مع ثلاث أنواع من النمبرينج. أول نوع راح نتعامل معه هو الباينري، اللي هو لغة الآلة. والباينري عبارة عن صفر أو واحد، اللي هو الثنائي. هذا النظام من الأعداد فقط يتكون من صفر وواحد. النوع الثاني اللي راح نتعامل معه اللي هو الديسيمال. الديسيمال تكون من 10 أرقام، اللي هو الصفر، الواحد، الاثنين، الثلاثة، الأربعة، الخمسة، الستة، السبعة، الثمانية، التسعة، وهذا ما نسميه بالعشري، النظام العشري. ثالث نظام راح نتعامل معه في الشبكات اللي هو الهكسا ديسيمال. الهكسا ديسيمال اللي هو النظام 16 يتكون من 16 رقم، اللي هي الصفر، الواحد، الاثنين، الثلاثة، الأربعة، الخمسة، الستة، السبعة، الثمانية، التسعة، الـ A، الـ B، الـ C، الـ D، الـ E، وأخيراً الـ F. هذه 16 رقم، هذا نسميه النظام 16. هذه الأنظمة الثلاثة مهم جداً انك تعرفها وتحول بينها. طبعا هي سهله جدا، والتحويل بينها سهل جدا. مجرد تتعلم طريقه واحده للتحويل، طريقه تقليديه وسهله، وتتعامل معها على طول. نجي الان للنظام 16. نبدا بال 16 اساس نقيس عليه على باقي الترقيم. طبعا ال 16 راح يبدا مع الصفر، صفر، بعدين واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، A، B، C، D، E، F. هذا هو النظام 16. طيب نجي للنظام 10. الصفر ايش يقابله؟ هاي قابله صفر. يعني هنا هيكون هكسا ديسيمال هكسا ديسيمال، وهنا هيكون الديسيمال، وهنا هيكون الباينري. طيب نجي للواحد، هيكون يقابله الواحد أيضا. الاثنين هيقابل الاثنين. الثلاثة هيقابله الثلاثة. الأربعة هيقابله الأربعة. الخمسة كذلك الخمسة. الستة أيضا هتكون الستة. السبعة أيضا السبعة. الثمانية
تكون الثمانية، التسعة تكون التسعة، الأي هيكون العشرة. يعني أي بالهكساديسمال يقابله عشرة بالديسمال، البي هيقابله الهداش، السي هيقابله الاثناش، الدي هيقابله الثلاثاش، الاي هيقابله الاربعتاش، الاف هيقابله الخمستاش. جدا الموضوع سهل. ننتقل الآن إلى الباينري. في الباينري الصفر يقابل الصفر، الواحد هيقابله الواحد، الاثنين أنا ما عندي، خلاص خلصت الأرقام في الباينري، عندي صفر واحد، هيكون واحد صفر، يعني انتقل الواحد من الخانة الأولى للخانة الثانية. فلما ينتقل من الخانة الأولى للخانة الثانية هيكون مكانه في الخانة الأولى صفر، وفي الثانية الواحد انتقل. إذن واحد صفر هو يقابل الاثنين في الديسيمال والاثنين في الهكسا ديسيمال. طيب الثلاثة هيكون واحد اللي هو الاثنين، والصفر هيكون مكانه واحد، هيكون واحد واحد. وهذا لو جينا هنا نلاقي العدد الأول يمثل واحد والعدد الثاني يمثل اثنين، فمجموعهم ايش؟ ثلاثة. طيب الأربعة أنا خلصت الأرقام، يعني واحد واحد خلاص الخانات هذه تتملك، هنستبدلهم بأصفار وينتقل الواحد إلى خانة ثالثة، بمعنى أنه هيكون عندي واحد صفر 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 صفر، يعني الواحد هنا هيكون صفر، الواحد هنا يكون صفر، ينتقل الواحد الخانة الثالثة، وهذا هو الأربعة. يعني الآن خذ القاعدة التالية، هذه يمثل واحد، وهذا يمثل اثنين، وهذا يمثل أربعة. الواحد والاثنين كلهم أصفار ما نحسبهم، هنا الأربعة فيها واحد إذن عندي أربعة. طيب نجي للخمسة، الخمسة نضيف الآن واحد مكان الصفر الأول على اليمين، هيكون واحد زي مكان صفر زي مكان الصفر الأخير على اليمين، هيكون واحد. ولو جيت تحسبها هذه يمثل واحد، وهذه يمثل اثنين، وهذه يمثل أربعة، يعني تقفز واحد اثنين أربعة ثمانية ستاعش وهكذا. إذن أربعة وواحد اللي هو العدد خمسة، وخمسة كذلك في الهكسا ديسيما. نجي للعدد ستة، الواحد هيكون زي ما هو، الواحد الأول لما نضيف عليه واحد هيكون صفر، والواحد ينتقل للخانة الثانية، يعني تضيف واحد هنا ما في خانة اسمها اثنين، هيكون صفر وينتقل الواحد للخانة الثانية، هيكون هنا واحد هنا صفر. ولو جيت تحسبها هذه قابلة واحد، هذه قابلة اثنين، هذه قابلة أربعة، يعني اثنين وأربعة ستة، الصفر يقابل الواحد ما نحسبه. إذن اثنين وأربعة عبارة عن الرقم ستة في الديسيمال وستة في الهكسا ديسيمال. نجي للعدد سبعة، نفس الطريقة راح نضع واحد في الخانة الأولى، في صفر قدامي نعم هيكون واحد، إذن واحد زي ما هو، واحد زي ما هو، والصفر هيكون واحد. وتعال احسبها الآن، هذه يمثل واحد، وهذه يمثل اثنين، وهذه يمثل أربعة، إذن أربعة وكلهم حايد، أربعة واثنين وواحد عبارة عن سبعة. نجي للثمانية، بالنسبة للثمانية لو لاحظت هنا هنضيف واحد في الخانة الأولى، هيكون صفر ينتقل الواحد للخانة الثانية اللي هو هنا قدامه واحد، هنضيفه عليه هيكون صفر ينتقل الواحد للخانة الثالثة، قدامه واحد هيكون صفر ينتقل الواحد للخانة الرابعة، إذن هيكون واحد صفر صفر صفر، وهذا هو العدد ثمانية. نجي نفسره، هذا يقابله واحد لكن ما يحسب، هذا يقابل اثنين لكن ما يحسب لأنه صفر، هذا يقابله أربعة
لكن ما يحسب لأنه يقابله صفر. هذا هيكون ثمانية ويحسب لأنه مقابله واحد. إذن هذا هو العدد ثمانية في الديسيمال والعدد ثمانية في الهكسا ديسيمال. نجي للعدد تسعة. العدد تسعة نضيف واحد هنا في أول خانة فقط. إذن واحد صفر صفر لما نضيف الواحد هيكون واحد. نجي نحول الآن هذا واحد إذا محسوب، اثنين غير محسوب، أربعة غير محسوبة، ثمانية محسوبة. إذن ثمانية وواحد هو العدد تسعة في الديسيمال وأيضا هو العدد تسعة في الهكساديسيمال. نجي للعدد عشرة في الديسيمال، أول عدد A في الهكساديسيمال. نضيف واحد هنا في الخانة الأولى هتكون صفر وينتقل الواحد في الخانة الثانية والباقي يبقى زي ما هو، واحد صفر واحد صفر. إذا واحد صفر واحد صفر هو العدد عشرة في الديسيمال والعدد A في الهكساديسيمال. نجي نحولها الآن، هذا الواحد لكن ما نحسبه، اثنين يقابل واحد إذا محسوبة اثنين، الأربعة مقابلها صفر لا تحسب، الثمانية مقابلها واحد تحسب. إذا نحسب الثمانية مع الاثنين إذا نحصل على العدد عشرة في الهكساديسيمال وهو العدد A في الهكساديسيمال. إذا العدد عشرة في الديسيمال والعدد A أو الرقم أو الحرف A بالأصح في الهكساديسيمال. العدد 11 نضيف واحد هنا، لما نضيف واحد خلاص بيكون واحد لأنه صفر أمامي، إذا يكون واحد صفر واحد واحد. هنا واحد اثنين صار ثلاثة، الأربعة ما تنحسب، الثمانية إذن الثمانية مع ثلاثة هي عبارة عن العدد 11 في الديسيمال والعدد B في الهكساديسيمال. نجي للاثنى عشر، هنضيف واحد هنا هيكون صفر ينتقل الواحد للخانة الثانية وقدامه واحد هيكون صفر ينتقل الواحد للخانة الثالثة هيكون واحد، والواحد الأخير موجود زي ما هو. إذن واحد واحد صفر صفر، وهذا هو العدد 12. فعلا لما تيجي هنا هيقابله الأربعة وهنا يقابله الثمانية، أربعة ثمانية 12 بالديسيمال أو سي بالهكساديسيمال. فواحد ما ينحسب، اثنين ما ينحسب، أربعة تنحسب، ثمانية تنحسب، الثلاثة عشر. الآن هنضيف واحد هنا على الصفر فيكون واحد والباقي زي ما هو، واحد واحد صفر واحد. إذا نحسب الواحد، الاثنين ما ينحسب، الأربعة تنحسب، والثمانية تنحسب، ثمانية وأربعة اثنى عشر وواحد اهدى عشر. نجي للعدد أربعة عشر، نضيف واحد هنا فيكون صفر وينتقل الواحد للخانة اللي بعده. إذن واحد 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 صفر. الآن تعال حسبها، اللي هو واحد ما ينحسب، اثنين وأربعة وثمانية. إذن هذا هو العدد 14 أو العدد E في الهكساديسيمال. 15 في الديسيمال أو الF في الهكساديسيمال. فيكون نضيف واحد هنا على الصفر فيكون واحد، واحد 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 واحد. إذن هذا هو العدد 15 في الديسيمال أو الإف في الهكساديسيمال. فلا بد تكون عارف الأربعة وحايد دائما وراء بعضها تقابلها الإف، يعني لو عندي أربعة إف هتكون كيف تكتبها؟ تكتب أربعة وحايد، أربعة وحايد، وأربع وحايد، وأربع وحايد، وهكذا. إذا بهذه الطريقة الموضوع سهل، فتمشي على هذه الطريقة في التحويل هيكون الموضوع معك سهل جدا. طيب نجي للعدد الثنائي بالذات الباينري. في قاعدة لابد تعرفها اللي هي دائما
تمشي بالشكل التالي من اليمين لليسار. واحد بعدين اثنين بعدين أربعة بعدين ثمانية ستاعش. يعني كل مرة تدبل إيش الرقم. هندبل الستاعش هيكون 32. ندبل 32 هتكون 64. ندبل 64 هتكون 128. طيب ليش هذا؟ لأن الآن لما تجي تحسب الأرقام لو جينا نطبقها مثلا على 101 هنجي نضع الواحد تحت الواحد، الواحد اللي هنا. طيب الصفر هيكون تحت الاثنين. طيب الواحد الثالث هنا هيكون تحت الأربعة. إذن اثنين ما ينحسب لأن تحته صفر، اثنين ما ينحسب، بنحسب الواحد والأربعة كم؟ خمسة. إذن هذا يطابق العدد خمسة أو خمسة في الهكساديسيمال. طيب نجي ناخذ عدد آخر هو مثلا ولكن 1011. أو مثلا خلنا ناخذ مثال أكبر شوي، خلنا نعطيك عدد لو طلب منك تحويل 101 0110. لو طلب منك تحويل الرقم هذا إلى عشري ثم إلى هكساديسيمال، بسيط جدا. أول شيء خلينا نحوله إلى ديسيمال يعني عشري. نبدأ من اليسار. من اليسار هنا صفر، بعده واحد، بعده واحد، بعده صفر زي ما واضح عندي هنا، بعده واحد، بعده واحد، بعده صفر، آخر شيء واحد اللي هو هنا. الآن ركز على الأرقام اللي تحتها واحد، اللي تحتها صفر ما تنحسب. إذن هيكون معايا الاثنين والأربعة والستاعش والاثنين والثلاثين والمية والثمانية وعشرين. هيكون هذا يساوي بالديسيمال 128 زائد 32 زائد 16 زائد 4 زائد 2 كم يساوي؟ طيب معي هنا 20 ومعي هنا 160 زائد العشرين اللي قبلها اللي هي 180 والاثنين الأخيرة هذه 182. إذن هذا يمثل عندي 182. طيب هذا بالهكسا بالديسمال أو العشري. طيب لما تيجي تحوله إلى
الهكساديسيمال تجي من اليسار تاخذ اربع ارقام ثم تاخذ الاربع ارقام الاخيره. نجي ناخذ الاربع ارقام الاولى هذه اللي هي الاربع ارقام اذن 1 0 1 1 زي ما هو، بعدين 1 بعدين 0 1 1 0. الصفر بعدين يقابل الواحد، 2 4 8. 2 و4 كم؟ 2 و4 6. إذن 1 0 1 1 وهذا يكون 6. طيب العدد هذا على اليسار إذا 4 أرقام، أوكي مو 4 أرقام، تضيف 0 على اليسار هنا، ضيف 0 على اليسار ولا ينحسب، بس تكملة عدد 4 أرقام، لكن هو 4 أرقام الآن. إذن هذا قابله 1 وهذا قابله 2 وهذا قابله 4 بس ما ينحسب، هنا قابله 8. طيب هو عبارة عن 1 و2 3، 3 8 اللي هي 11. 11 إيش هي؟ 11 اللي هي البي، اللي هي البي. إذن هيكون الرقم عبارة عن بي والرقم 6 موجود عندي. إذن النتيجة هتكون بي 6. إذن كذلك يساوي بي 6 بالهكساديسيمال. وإن شاء الله يكون الموضوع جدا واضح لكم.